أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ورد من حديث لا يمل الله حتى تملوا، وحديث يظله الله في ظله، هل تثبت صفة الملل وصفة الظل لله سبحانه؟ الظل هذا يؤتى به كما جاء، ما يتعرض له بتفسير، يروى كما جاء. أما لا يمل الله حتى تملوا، هذا من باب المقابلة، هذا من باب المقابلة والجزاء المجازات، مثل فيسخرون منهم، سخر الله منهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم، ومثل المكر، ومكروا ومكر الله، هذا من باب المقابلة والجزاء. نعم.